أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول فيه صاحبه: هل يجوز العلاج عند طبيبة غير مسلمة والكشف عندها خاص ذلك بالنساء؟ لا يجوز العلاج عند غير المسلم، إذا وجد المسلم الحاذق إنه يعالج عنده، والكافر يعالج عنده إذا لم يوجد مسلم حاذق في الطب. يجوز هذا للحاجة والضرورة، أما ما دام يوجد طبيب مسلم أو طبيبة مسلمة فيكون العلاج عند المسلمين، يطلعون على أمراض المسلمين وينصحون، لأن الكافر ما ينصح للمسلم، عدو للمسلم ولا ينصح، لكن عند الحاجة والضرورة لا بأس، ما وجد غيرهم يعالج عنده. نعم.